أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من جديد، وهذه المرة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في ذهاب دوري 16. تقدم الفريق الملكي بالدقيقة 60 عبر إيسكو، وأدرك السيتيزنز التعادل بالدقيقة 78 عبر جابرييل جيسوس، وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بالدقيقة 82 ترجمها البلجيكي كيفين دي بروين إلى الهدف الثاني. هذا الفوز منح أفضلية للفريق الإنجليزي قبل موقعة الإياب التي ستقام يوم 17 من الشهر المقبل. أزعجني أداء فريقي في نهاية المباراة، لعبنا بصورة جيدة لكننا تركنا المباراة تفلت من أيدينا في آخر 10 دقائق، هذا ما أزعجني، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أداءنا الجيد قبل ذلك، لكننا ارتكبنا أخطاء في النهاية وهي مؤلمة. فاز مانشستر سيتي مرة واحدة بكأس الكؤوس الأوروبية في السبعينيات من القرن الماضي، وتأهل مرة واحدة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ورغم أننا لم نفز بأي شيء فإنني أشعر برضا عظيم اليوم لأننا فزنا على ملعب برنابيو، هذا مذهل لنا لأننا لم نعتد ذلك، وأمل أن يساعدنا هذا النصر في المستقبل. وفي لقاء آخر حقق ليون الفرنسي فوزا ثمينا على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأضواء في المدينة الفرنسية. جاء هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 31 عبر لوكاس توزار، وأخفق البيانكونيري في تعديل النتيجة رغم الفرص التي أتيحت للاعبيه ليبقى حسم بطاقة التأهل مؤجلا حتى موقعة الإياب يوم 17 من الشهر المقبل. بدأنا المباراة برتم بطيء جدا، ومررنا الكرة ببطء ودون حماس، لقد أخفقنا في ترجمة طموحنا على أرض الملعب. عانينا مرارا هذا الموسم من مشكلة تمرير الكرة ببطء، كما واجهت صعوبات في إرسال تعليمات للاعبين على أرض الملعب. لا نهزم يوفنتوس كل يوم، أعتقد أن هذه المرة الأولى في تاريخ أولمبيك ليون لم يتكبد يوفنتوس قبل هذه المباراة أي هزيمة تذكر في الدوري الإيطالي، كما أنه تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إنه أبرز فريق في إيطاليا. لقد نجحنا في الارتقاء بمستوى أدائنا لدرجة اللعب ضد خصم مثل هذا. للحديث أكثر عن لقاءات الأمس من دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا من دبي المحلل الرياضي محمد هشام محرم. بداية أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عبر شاشة المملكة. البداية من ملعب سانتياغو برنابيو، كيف نجح غوارديولا بالتفوق على زين الدين زيدان؟ والله هو غوارديولا لعب جيم تكتيكيا أقوى من الجيم اللي لعبه زين الدين زيدان. يمكن الشوط الأول كان اللعب سجال إلى حد ما، لكن برضه كان مانشستر سيتي كفته أرجح، لكن الصوت الثاني كان استسلام تام من ريال مدريد، ومانشستر سيتي كان مسيطر على مقاليد المباراة بالكامل. زي ما الكاميرات شافت سيرخيو راموس بعد الهدف الثاني بيقول احنا خسرنا المباراة في 5 دقائق، ده بالفعل اللي حصل. ريال مدريد خسر المباراة في خمس دقائق. مستوى كيفين دي بروين كان دفعة كبيرة جدا في خط النص مانشستر سيتي. جوارديولا يمكن حتى الناس لما لقت جوارديولا بادئ من غير أجويرو، الناس بدأت تقول ده هو يعني الخطة غريبة جدا ان أجويرو ما يبقاش موجود، لكن جوارديولا دخل المباراة خد منها اللي هو عايزه بالضبط، مش بس ان هو كسب المباراة في البرنابيو لكن كمان جاب هدفين. يعني هو يقدر يرجع مانشستر وهو مستريح جدا، يقدر كمان يخسر هناك فرق هدف ومع ذلك يتأهل. نعم محمد، برأيك هل تعتبر نتيجة الذهاب وطرد راموس عوامل تؤكد اقتراب السيتيزن السيتي من خطف التأهل في ملعب الاتحاد؟ والله ما اعتقدش ان في حد يقدر يحدد، لان مستوى الفريقين متذبذب، يعني مستوى مانشستر سيتي متذبذب في الدوري ومستوى ريال مدريد متذبذب في الدوري، فالمباراة بتاعت مانشستر ممكن يحصل فيها اي حاجة. يعني كمان كما قال كاسيميرو بعد المباراة، لو في فريق يقدر يعود بالنتيجة فهو ريال مدريد. ريال مدريد فريق متمرس يعني في فكرة العودة بالنتيجة، وفريق زي ما بيقول دايما فلورنتينو بيريز ليه جماهير في أي مكان بيروحه. فأعتقد إن الموضوع لا لسه ما اتحسمش بشكل كامل، وخصوصا السنوات اللي فاتت في تشامبيونز ليج علمتني إن احنا ما نعملش كده، ما نقولش إن
ان في مباراه حسمت من مباراه الذهاب، لان شفنا اكثر من عوده رائعه في السنوات اللي فاتت. طلع المباراه ما اتحسمتش، بل بالعكس ممكن نشوف حاجات العكس تماما. يعني ممكن ريال مدريد يكسب الشوط الاولاني مثلا بنتيجه 3-0 حتى في مانشستر، في مانشستر، والعكس تماما ممكن يحصل. ممكن مانشستر سيتي يكسب بنتيجه كبيره. لا، فالفريقين مستواهم مش ثابت، ممكن تلاقيهم يوم عاليين جدا ويوم تلاقيهم مستواهم متوسط ويوم تلاقيهم بيخسروا من فرق تحتهم في جدول الدوري بشكل كبير جدا. فالمباراه لم تحسم اكيد، وهنشوف في مباراه العوده ايه اللي هيحصل. محمد، يعني الجميع انتقد زين الدين زيدان يوم أمس على عدم إشراكه واعتماده على توني كروس في واحدة من أهم لقاءات هذا الموسم. برأيك لماذا لم يعتمد زين الدين زيدان على اللاعب الألماني في هذه الموقع المهمة والتي تعد واحدة من أهم المباريات في هذا الموسم؟ والله هو الموضوع غريب، الموضوع غريب جدا، لدرجة أن كمان لما تم السؤال زيدان عن عدم اعتماده على توني كروس قال أن هي وجهة نظر فنية. وحتى شفنا النهاردة في الصحف، الصحف الإسبانية كعادتها يعني بدأت تتساءل هل في مشاكل ما بين زين الدين زيدان وتوني كروس، خصوصا أن بعد المباراة بالأمس توني كروس كان ليه حديث مطول مع جوارديولا بعد المباراة. لكن أنا شخصيا تكتيكيا ما أقدرش، مش فاهم ليه زين الدين زيدان ما اعتمدش على توني كروس، بالرغم أن هو لاعب يعني أساسي ومهم جدا في كتيبة زين الدين زيدان حتى على السنوات اللي فاتت وكمان السنة دي. لكن مفيش تفسير منطقي لعدم اعتماد زين الدين زيدان على توني كروس. نعم محمد، هذه المرة إلى فرنسا ومباراة يوفنتوس وليون، هذه المباراة التي خسر فيها يوفنتوس. يعني روديغار ستفوق على ساري ويقود فريقه لتحقيق فوز مهم على يوفنتوس المتعثر. ما رأيك بهذه المباراة وبهذا الفوز الكبير لليون حتى لو كان بهدف مقابل لا شيء؟ لا، هو فوز تاريخي لليون على يوفنتوس. ليون يمكن استغل الثغرة اللي كان فيها ديليخت لو كان بيتعالج بعد إصابته، وليون أحرز الهدف. لكن في نفس الوقت يوفنتوس يعاني، يوفنتوس يعاني، وجمهور يوفنتوس يقدر يشوف ده عن كثب. يعني الناس، جمهور يوفنتوس كان مش عاجبه أليجري، لكن في نفس الوقت كان متأمل إن لما ساري هيجي هيلعب يوفنتوس هيكسب وهيلعب كرة جميلة مش كرة دفاعية. لكن الحقيقة أنا شايف إن الأيام بتثبت لنا إن مدرسة يوفنتوس ما ينفعش تلعب غير الكرة دي، حاجة كده زي برشلونة. برشلونة ما ينفعش تلعب غير الكرة بتاع برشلونة، ويوفنتوس ما ينفعش يلعب الكرة الإيطالية اللي جمهور يوفنتوس متعود عليها. يمكن ساري زي ما شفنا انتقد لاعبته بعد المباراة وقال إن هما ما بيسلموش الكرة لبعض بشكل سريع، وان انا مش هقدر يعني اعلمهم حاجه زي دي، لكن بحاول ان انا اعلمهم. وفي نفس الوقت اعتقد ان ساري لما جاله عرض يوفنتوس ما فكرش مرتين في قبوله. يعني ما اعتقدش ان هو بس على سكواد يوفنتوس يشوف هل اللعيبه دي هتقدر تنفذ خططه ولا لا، برغم ان في عناصر جيده جدا بل ممتازه في صفوف يوفنتوس، الا انها لسه مش قادره تنفذ فكر ساري. يوفنتوس بيعاني بشكل كبير جدا، خصوصا ان ايه الفشل يعني بالنسبه لساري، ايه هو هيكون الفشل؟ يعني أليجري حقق دوري، حقق كاس، وصل نهائي دوري ابطال اوروبا. فيوفنتوس اداره يوفنتوس جايبه ساري عشان دوري ابطال اوروبا، اي حاجه هيعملها غير الفوز بدوري ابطال اوروبا هيعد فشل، لان صحيح أليجري حقق كل حاجه ثانيه مع دوري ابطال اوروبا، ومع ذلك الجماهير ما كانتش راضيه عليه بالشكل الكبير عشان دوري ابطال اوروبا. جابوا رونالدو وجابوا ساري عشان بس دوري ابطال اوروبا، فاي حاجه غير كده تحصل تعد فشل. نعم، لساري، حتى انه يعاني في الدوري الايطالي. ولكن محمد، ماذا يجب على يوفنتوس ان يفعل لبلوغ دور الثمانيه وتفادي الخروج امام ليون؟ ماذا على يوفنتوس ان يفعل؟ اعتقد ان ساري محتاج قعده تكتيكيه مع لاعبته عشان يقدر يوصل لهم فكره بالشكل اللي محتاجين ينفذوه في الملعب. لكن احنا شفنا يوفنتوس يمكن ما سددش ولا مباراه ولا كره ما بين الثلاث خشبات امبارح، وده يعني امر لو تعلمونه عظيم. يعني في اول مره يمكن عم نشوف يوفنتوس خلال 90 دقيقه لا يسدد داخل الصندوق، يعني هذا يعني مؤشر خطير على هجوم يوفنتوس في واحده من يعني البطولات المهمه لهذا الفريق التي يسعى اليها.
بالضبط من وقت مباراه يوفنتوس واتلتيكو مدريد. شوف انا بتكلم من كام سنه، من وقت مباراه يوفنتوس واتلتيكو مدريد يوفنتوس ما خرجش من المباراه من غير ما يسدد ولا كره على ثلاث خشبات. فده يعني ناقوس خطر ان فرقه عندها كريستيانو رونالدو وديبالا و الى اخره مش قادر تسدد على المرمى قدام فرقه زي ليون. ساري لو عايز يعبر للدور القادم اعتقد من وجهه نظر ان هو لازم يتخلى عن اسلوبه ويلعب بالاسلوب الايطالي المعتاد لحد بس ما يتخطى المرحله دي، وبعدين يحاول يدخل اسلوبه ليوفنتوس، لان المكابره سيئه. يعني شفنا في السنين اللي فاتت جه وقت على جوارديولا ما كانش قادر ينفذ فلسفته مع مانشستر سيتي في وقت من الاوقات، لكن الراجل ما كبرش ولعب الكرات الانجليزيه الطويله وقدر يحقق بيها نجاحات. ثم بعد ذلك شفنا بالامس ازاي الراجل بيحقق فلسفته في الملعب واضحه وصريحه، ازاي قدر يعمل كل اللي هو بيفكر فيه وازاي لعيبته بينفذوه. اعتقد ان ساري محتاج يتخلى عن فلسفته في الفتره الحاليه لحد ما يعبر للدور القادم، ولحد ما يقدر يلاقي التوليفه بين اللعيبه اللي تحقق له فلسفته في ارض الملعب. نعم، اذا المحلل الرياضي من دبي محمد هشام محرم، شكرا جزيلا لك.